برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ينطلق اليوم طواف ناصر بن حمد للهواء للدراجات الهوائية في نسخته الرابعة بتنظيم وتعاون مشترك بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وشركة فعاليات. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن طواف الدراجات الهوائية يسهم في بلورة العديد من الأهداف التي تعزز مكانة هذه الرياضة وتسليط الضوء على مردودها على الصحة العامة في المجتمع، مبينا سموه بأن النسخ الماضية من الطواف سجلت نجاحا ملحوظا من حيث اكتشاف مواهب جديدة وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الدراجات. وأتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين من المواطنين والمقيمين والمشاركين من خارج مملكة البحرين، موجها سموه اللجنة المنظمة بتوفير كافة الاحتياجات للمشاركين وتهيئة الأجواء المثالية لهم لتحقيق كامل النجاح للطواف. هذا وقد عقد المؤتمر الصحفي الخاص بطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواء الذي سيقام برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وتحدث في المؤتمر الصحفي سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، والدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، وأحمد عبد الملك نائب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك السلام، والشيخ خليفة آل خليفة أخصائي أول في العلاقات الحكومية في شركة بيون، وهيثم يوسف مدير شركة إيجل هيلز ديار في مراسي البحرين. خلال المؤتمر الصحفي كشفت اللجنة المنظمة عن كافة التفاصيل المتعلقة بطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواء الذي سينطلق بمشاركة واسعة من الدراجين من داخل وخارج مملكة البحرين. هذا عقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني بمشاركة حكام طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية وممثلين عن الفرق المشاركة.